بيناقشوهم في ايه يا ضياء؟ في طب ما هي ترى دي هيكل، طب العبره مش في الهيكل، ايه الانظمه الفنيه والتسليحيه؟ عايز يشيل منها انظمه وتطويل في الكلام. فجت الامارات قالت خلاص مش عايزين، اوقفت الصفقه. وفي نفس اليوم يعني كانت مرتبه بقى طبعا. وفد فرنسي يجي ونحن هنشيل خمسه هنشيل يعني رفعل. اعداد من هذه الطائره من رافال. فانت عايز عندك يعني كميه كبيره من التحركات والمعلومات المجهله، يعني عليك انت تمليها بنفسك. صحيح. يعني ايه اللي بيحصل بين اللي احنا السعوديه وايران؟ مظبوط. يعني انت بتسمع الحوثيين بيعملوا كذا وكذا والسعوديه بتعمل ادانات، لكن في نفس الوقت في مقابلات، في خطوط في العراق. نعم. تركيا والبلاد العربيه، اخر حاجه المغرب عامله صفقه سلاح مع 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 تركيا، والكويت لها اتفاقيه مع 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 تركيا، وال مستشار الامن القومي الشيخ طحنون راح ايران، وقبلها الشيخ محمد بن زايد راح تركيا وعملوا حاجه بعشر يعني. صحيح صحيح. هناك واضح. هناك تغيرات. في تغيرات عالميه، سياسه الدول الكبيره ازاء عظيم الشرق الاوسط والمنطقه العربيه. وهناك تحركات كبيره بين الدول في الاقليم.